صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدخل في قوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله يدخل فيها المبتدعة عموما، أم أنه خاص بالكافرين والمنافقين؟ يدخل فيه كل من عصى الله سبحانه وتعالى، كل من عصى الله من الكفار والمنافقين وعصاة المؤمنين، كلهم يدخلون في المحادة. والمحادة تختلف، المحادة لله ورسوله تختلف، بعضها أشد من بعض، والجزاء عليها يتفاوت. نعم.